السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم معكم الشرة، اليوم راح نلعب فورتنايت، فخلينا نبلش. شباب السيزون راح يخلص بسبعة ايام، هيدا السيزون الجديد راح يخلص بسبعة ايام، فلازم نخلصه. يمكن صار الشباب السيزون 6، لا بس انا سيزن 6 كل سيزن يمكن بيجي تحديث، يمكن انه بس بكل سيزن. يعني هلا صار في جزيرة طايرة، وفي بلم، صار في اضراب، وحتى سفينة فضائية اشي جديدة كمان. طبعا يعني يمكن صار لازم خمسة سيزن نقرب ان السيزون يخلص، يمكن لمكان لازم سيزون فور. سيزون فور صار لك كثير لعبة، اوكي منزلنا مدينة وهيدا شي منيح، بس إذا بدنا نعمل معركة حنروح المكان. لا شبدن شبدن لا 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 شو الزنخ لا في بيت انا يلا خلينا ناخذ شوي فشار تفتحها لا يا بودوت صغيرة السنجل، في احتمال كبير انه يطلع لنا مكة كبير كتير، او يطلع لنا بازوكا او ملي وأدوت بيحملوا لوت دايما تبي تفهم هذا الصعب بس ما حد يغرق شهر في النيزر إذا لقينا ما تكت هلا كتير يا سيد والله بدنا نجيبه لا والله كريستو لا 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 والله اليوم أحلى قام حياة
سبار خلي الساعة ما طول يطلع السبار خلي الساعة شباب خلي شي واحد واحد لا 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 فكر حاله حيهرب حتهرب يا حبيبي انت حتهرب مني بس دخل متكت 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 نو نو يتالله نو طيب تقتلوا حتى ياخد له حتى ياخد لوت تقتلوا حتى ياخد له لوت شو بدي اشوف بيخ بس رايك شو ها اللي بتفاضي ها هلا يعني اللي فتح البيت قبل هياخد اللوت كله فلازم نشوف لا 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 والله لا والله بلام والله بلام والله ما نروح خلاص شباب انا رايح للبلام حاطرك الصاروخ والله يا بلام فكر فيه راح شباب بكره اللي بيحبوا ياخذوا لوت بكره اللي بيحبوا ياخذوا لوت عن جد يطلع حتى اذا لقيتني اساس دغر اقتلوا فيه وقت لقيت بايو جان بايو جان بايو جان تكجيبه بلا في الصف شايفين شغل دغر فلوت سكايبر ليجندري والله نوب لي ما اخده مين بيته سكايبر ليجندري لا 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 بيقتلوه اه انا والله ما نوب لي بيقتلوه اه مش هو لك وين اي جحره اطلع اخطى الخشب شفت حدا؟ لا 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 ادري فرد شو؟ شو هذا؟ جاب لوت طاير شو في هون؟ شوف حتى لو صار معنا لوت كثير ليش هو ملوت؟ انا ما ملوت خلي معك لوت لوت بعد ليش لا؟ لا والله ما ملوت يعني السطح لا اللعبة صايرة ملوت يعني ملوت خلي المشكلة انه عندي شوية لاج ورا النت لا ايشو اه ليك ليه سلاب لا 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 لا
الزون له. زون تنزع الرؤية لو ضبط ثلاثة أكره شيء ما تجي الزون بس بك تشوف شيء شو زي ما محمد فلوت فعلا مدري لا 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 ايه رب البوابة هاخذ دمي اجيب شوية تفاح بدل الشي وجه واحد وضع لا 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 صار دمي لازم هون لازم عمر نايزك عشان نخلص من الزون قصدي العمر اختفى روح هون هلا اختفى حدا قريب في دم خالص خلاص انتهى 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 وين بقى اختفى هلا ما طلعت شي من بليز لاش تاخر لاش 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 والله حرام والله حرام طلعت من عشيب مثل لمبر جاك شو قربنا نشتري بكاكس اشتري هيدا البيكاكس كتير حلو اشتري هو بس على المنور ما حاشتريه اشتري هيدا اوكي شباب بتمنى انكم تضبطوا الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة